بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة وطالبات الثانوية الأزهرية، مرحبا بالله بالصف الثالث الثانوي الأزهري على قناة مستر أستاذ لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون مع حل امتحانات الثانوية الأزهرية من كتاب ماي نيو فريند لعام 2021. وصلنا لامتحان القسم العلمي 2014، والامتحان ده موجود عندك بدايته على صفحة 164 من كتاب امتحانات لماي نيو فريند لعام 2021 اللي احنا شغالين عليه. ونبدأ بسم الله بركة الله. والجملة في تشوز اللي بتقول My father has a sad navy، وبعد كده جاء فراغ in his car to help him find the best route. بيقول ان والدي لديه، كلمة sad navy معناها نظام الابحار عن طريق الاقمار الصناعية. تمام ماشي. وجاء فراغ in his car، في سيارته، لكي يدله على افضل طريق. طيب يا ترى discipline بمعنى انضباط، ولا screen بمعنى شاشة، ولا system بمعنى نظام، ولا organizer بمعنى منظم؟ الإجابة عندنا سيستم بمعنى نظام، وموجود عنده نظام الإبحار عن طريق الأقمار الصناعية، وده موجود في السيارة بتاعته. سيستم إجابة واحدة في الجملة رقم واحد. الجملة رقم تقول لك إيه؟ The roof of our old house، السقف لمنزلنا القديم، is very weak، ضعيف جدا. طيب ماشي. We will have to، يتحتم علينا إيه ده؟ It soon، وبسرعة. هنعمل له إيه بقى وبسرعة؟ يا ترى سترونج قوي، ولا سترينثن يقوي، ولا سترينث القوة نفسها، ولا ويكن بمعنى يضعف؟ لا، الحاجة الضعيفة نعمل لها تقوية، يبقى strengthen يقوي. إجابة واحدة في جملة رقم 2. ثلاثة بتقول إيه؟ My ear has been giving me a lot of trouble lately. بيقول أذني بتسبب لي المشاكل في الفترة الأخيرة. طيب فالتاني، فالشخص ده بيقول للشخص ده، بيقول له بليز من فضلك كذا، your voice، your voice بمعنى صوتك. طيب يطلب منه إيه بقى؟ هو مش سامع، يبقى عايز يرفع صوته، يبقى يقول له رايز بمعنى يشرق، دي الشمس، ولا ريز بمعنى يرفع، ولا اريز بمعنى ينشا، ولا اروز بمعنى يثير. لا، يقول له ارفع صوتك، ريز. الاجابه بي اجابه واحده، ريز في جمله رقم 3. جمله رقم 4 بيقول لك ايه؟ يو هاف تو، يتحتم عليك ايه؟ يور انجلش هوم ورك، الواجب بتاع الانجليزي بتاعك، ان تو دي، اليوم. يا ترى جيف بمعنى يعطي او يسلم، ولا ميك بمعنى يصنع، ولا دو بمعنى يفعل، ولا نوك بمعنى يطرق، يعني خبط على الباب يعني. لا، جيف، جيف بمعنى يسلم. اجابه واحده في الجمله رقم 4. طب نكمل الامتحان بتاعنا. وصلنا للجمله رقم 5، وظهر معانا رقم الصفحه اهو قدامنا، وعنوان الكتاب بتاعك 185 امتحان اهو. طيب الجمله رقم 5 وصلنا لها، بيقول لك مستر حمدي اند مستر نبيل فيلت فيري، السيد حمدي والسيد نبيل ماشي شعره ايه بقى جدا افتر ذير تريب تو انجلاند، بعد رحلتهم اللي راحوا فيها انجلترا. يا ترى ريلاكسنج بمعنى يبعث على الاسترخاء، ودي طبعا تستخدم مع الاشياء غير العاقل، ولا ريلاكس كفعل بمعنى يسترخي، ولا ريلاكسيشن الاسترخاء نفسه، ولا ريلاكسد بمعنى مسترخي. هي دي. يبقى عمنا حمدي وعمنا نبيل شعروا ان هما ريلاكسد بمعنى مسترخيين بعد الرحله اللي قاموا بها لانجلترا، ريلاكسد. اجابه واحده في الجمله رقم 5. 6 بيقول لك ايه فيها؟ يو كانت ستي، يو كانت سي ذات 15 كيلومترز از، لا يمكنك القول بان 15 كيلومتر از اي واي تو ووك، طريق انك انت ليه انك انت تمشي. يا ترى لونج بمعنى طويل، ولا ا لونج صفه طويله قدامها ا علشان تميزها، تمام كده، اللي هي اداه النكره ا، ولا لينكس الطول ذاته، ولا لونج معناها بطول الشيء. لا، انا عايز ا لونج، عايز ا وراها صفه، مش عايز لونج لوحدها، لان الجمله هتبقى مكسوره، لان انا بستخدم ادوات النكره ا وان قدام الصفه علشان تحدد ده. خلاص، يبقى انا محتاج ا وراها لونج بمعنى مسافه طويله، ا لونج. اجابه واحده في الجمله رقم 6 اللي هو الاختيار بي. نروح لصفحه 165 عشان نكمل الامتحان بتاعه. 165 عليها جملة رقم 7 في تشوز، بتقول لك people can، الناس تستطيع كذا، weightless sports in space، رياضات انعدام الوزن في الفضاء. يا ترى دو بمعنى يؤدي، ولا تيك يأخذ، ولا ميك يصنع، ولا وي يزن. لا، أنا عايز دو، لأن دو هي التي تناسب الرياضات يا شباب، أو دو سبورتس، يقوم بأداء رياضات معينة. دو إجابة واحدة في جملة رقم 7. 8 بتقول لي my son has just sent me this photo as an email، ابني يعني توا او حالا ارسل الي هذه الصوره كايميل. ايه كلمه ايميل؟ معناها بريد الكتروني. يا ترى بوست بمعنى يرسل، او حتى البوست اللي انت بتكتبه على الانترنت،
ولا لتر بمعنى خطاب، ولا اتاتشمنت بمعنى ملحقات او الدفع عند المفرد بتاعها، ولا باست بمعنى ماضي، لا as an email attachment بمعنى ملحق ببريد الكتروني attachment. اجابه واحده في الجمله رقم 8. 9 بتقول لك some students need more، بعض الطلاب يحتاجون المزيد من ايه than others at school، اكثر من الاخرين في المدرسه. يا ترى encourage يشجع، ولا courage شجاع، ولا encouragement تشجيع، ولا courageous شجاع؟ لا هم محتاجين encouragement تشجيع. إجابة واحدة في الجملة رقم 9. الجملة رقم 10 بدأ بفراغ، بيقول لك رين الأمطار destroyed buildings، دمرت المباني all over the village، في أنحاء القرية كلها. يا ترى طول بمعنى طويل، ولا heavy بمعنى غزير، ولا strong بمعنى قوي، ولا high بمعنى عالي؟ الأمطار يا شباب نوصفها بالصفة heavy عشان تبقى heavy رين على بعضها أمطار غزيرة. heavy. إجابة واحدة في الجملة رقم 10. 11 حوار ما بين طرفين. الاولاني بيقول ايه واتس يور بلان فور نيكست رمضان، ايه خطتك لرمضان القادم؟ ماشي. راح التاني رد عليه قال له اي كذا عمره، العمره يعني انا كذا العمره. طيب قبل ما ندور في الاختيارات، ايه الكلمه الداله هنا في السؤال اللي قدامك ده؟ كلمه بلان. كلمه بلان بمعنى خطه. ماشي. وبعد كده بيقول له نيكست رمضان يعني رمضان القادم، يبقى هو كده بيتكلم عن المستقبل وعن شيء هو بيخطط ليه. فاكر لما شرحنا قاعده المستقبل، قواعد المستقبل او اشكال المستقبل او ان المستقبل، قلنا ان كلمه بلان من كلمات الداله على ايه؟ المستقبل اللي انت هتصيغه بايه؟ ها 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 ايوه بجوينج تو. صح كلامك صح. يبقى ام بيرفورمينج، طبعا كل الاختيار اللي قدامك دول بيحملوا معنى يؤدي، كلمه الفعل بيرفورم يؤدي. طب وخدها في شكل مضارع مستمر، ولا ويل بيرفورم وويل والمصدر، ولا بيرفورم في المصدر بس، ولا ام جوينج تو بيرفورم؟ احنا قلنا جوينج تو، يبقى هي دي ام جوينج تو I'm going to perform، ودي كلمة عمرة فوق بمعنى أنا سوف أقوم بأداء العمرة. I'm going to perform. إجابة واحدة في الجملة رقم 11. ناشي بتقول لك إيه فيها؟ The cargo ship اللي هي حمول، اللي هي سفينة اللي بيقولوا عليها إيه، سفينة الشحن يعني. has sunk، غرقت والعياذ بالله بقى in the ocean، في المحيط. So طبعا بيستنتج بناء على إيه؟ على الجملة دي بيستنتج ايه؟ so these cars، ولذلك هذه السيارات وشايفها قدامه موجودة على المينا، have been brought on it. ايه احتمال انها تكون جات في هذه السفينة؟ ما غرقت، يبقى الاحتمال هنا ايه؟ يا طبعا كان هو، خلي بالك ان هو بيستنتج للماضي، واستنتاجه ده هو متأكد منه لانه شايف حاجة قدامه وعنده معلومة عن الشيء التاني. طيب يبقى العربيات دي ايه بقى؟ كانت ولا ماست ولا شودنت ولا وودنت؟ انا هاخد كانت. ليه خدنا كانت؟ لان السفينة بتاعت الشحن غرقت. طيب يبقى العربيات اللي موجودة قدامنا على المينا دي مش ممكن تكون جات عليها كانت، استنتاج في الماضي بالتأكد بان الحدث لم يقع. اجابة واحدة في الجملة رقم 12. 13 بتقول لك ايه؟ if the temperature is zero or below. الجملة اللي قدامك ده هي بتتكلم عن if الحالة انه، جاي وراها مضارع بسيط وبيتكلم عن درجة حرارة، يبقى احنا كده بنتكلم في فكرة معلومة علمية حقيقة يعني، يبقى دي كده هو هتكون اف الحالة الصفرية. طب يا مستر استعجلت وحكمت عليها ليه من قبل ما نروح للطرف الثاني؟ ما احنا قلنا كلمة temperature درجة حرارة، يبقى هو كده بيتكلم عن حاجة لها علاقة بالدرجات بالحقائق العلمية. طيب فبيقول لك إذا كانت درجة الحرارة صفر أو ما دون الصفر، المية يحصل لها إيه؟ ووتر. يبقى انت كده عايز جملة الطرف اللي هنكمله ده يكون زمانها مضارع بسيط. ليه؟ علشان تحقق معايا الحالة الصفرية اف مضارع بسيط، الناحية التانية مضارع بسيط لان حقيقة علمية. يبقى فريز في شكل المصدر مش هتنفع، والفريز والمصدر طبعا في كلمة فريز معناها تجمد، والفريز والمصدر مش هتنفع. فريز اجابة واحدة لان ووتر تساوي ات، وبما انها ات بنضيف للفعل اس، فبقت فريز زي ما انت شايفها كده بمعنى يتجمد، ودي مكملة الجملة رقم 13 إجابة واحدة freezes، وبعد كده is going to freeze إجابة خطأ بالمرة، بنأكد freezes إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 13 if الحالة الصفرية الجملة فيها حقيقة علمية. طيب نروح لجملة رقم 14 واللي بتقول قدامك the teacher asks her where، المعلمة بتسألها where have been، هتقول لها أين كانت يعني. طيب نقولها ب she has، ولا have you، ولا has she، ولا she had؟ انا هاخد she had. الله، طب ليه يا مستر خدت she had؟
لان الجمله ده هي كان طبعا الجمله اللي قدامك ده هي كلام غير مباشر، كلام منقول، يعني الجمله متحوله. ده سؤال كان في اصله مضارع تام بيتحول الى ايه؟ الى ماضي تام. عارف الدليل؟ اننا في تصريف ثالث اهو. خلاص، يبقى شي هذا اللي واخد شكل المضارع التام في وضعها الطبيعي، دي مش متحوله، مش تنفع. هاف يو مش هينفع، ان هو بيتكلم واحده بيقول لها هاف، يبقى ازاي اجيبها يو؟ تمام. وبعد كده هاز شي برضه واخد شكل المضارع التام بس محافظه على شكل السؤال. لا، انا عايز شي هاف اللي تاخد شكل الماضي التام، لان السؤال هنا زي ما قلنا متحول من دايركت الى اندايركت. شي هاف اجابه واحده في رقم 14. 15 بتقول لك ايجيبت، مصر، مالها بقى؟ وجايه في فراغ. to achieve more progress in the near future، انها تحقق او تنجز المزيد من التقدم في المستقبل القريب. يا ترى is thinking واخده شكل المضارع المستمر، ولا thinks مضارع بسيط، ولا is thought ودي واحده من صياغات المبني للمجهول، خلاص، ولا has thought؟ هاخد is thought. طب ليه مستر؟ لان انا عندي هنا هو الجمله اللي قدامها ايجيبت انها تقع مفعول به، ماشي؟ is thought to achieve يعتقد انها ستحقق. الجمله هنا هو مبني للمجهول لان ايجيبت غير عاقل، ما ينفعش اقول ان ايجيبت تفكر is thinking مثلا في المضارع المستمر، وما ينفعش برضه اقول things لانها برضه ايجيبت غير عاقل، وما ينفعش اقول has thought لان ايجيبت زي ما قلنا هنا هو لا تقع فاعل وانما هي مفعول به، وبما انها مفعول به ما ينفعش يكون ليها اي اختيار من اختيارات A او B او حتى D. الاختيار C هو الاختيار الوحيد المبني للمجهول، وباقي الاختيارات مبنيه للمعلوم، وده اللي انا عايزه، مبني المجهول الثوت. اجابه واحده في الجمله رقم 15. 16 بيقول لك اي ويش، اي انا اتمنى كذا، ليت ماي تشايلد جو اوت الون، ان انا ادع طفلي يذهب للخارج لوحده. هي لوست هيز واي، ضل طريقه، تاه يعني. يبقى الجمله اللي قدامك ده هي على اي ويش، بتعبر عن ندم في الماضي بدليل ان الواد تاه، صح؟ بما انها بتعبر عن ندم في الماضي يبقى جملتك لازم تكون ماضي تام، والجمله هنا هو تقتضي ان الماضي التام ده يكون منفي، لانه بيقول يا ريتني ما كنت خليت الولد طلع لبره لوحده لانه تاه. يبقى ودنت مش هتنفع لانها مش ماضي تام، وكودنت برضه خطا، وديدنت خطا. هل انت هي الوحيده الماضي التام؟ تكمل مع الفعل اللي فوق قدامك اهو في الجمله عشان تبقى هل انت اجابه واحده في الجمله رقم 16. 17 واحد بيقول ايه بقى؟ سوري يور كار وونت كذا باي نيكست ويك، والله احنا اسفين العربيه بتاعتك مش هتكون كذا بحلول الاسبوع القادم. طيب ماشي، الجمله اللي قدامك ده هي واضح انها مستقبل، ايه الدليل يا مستر كلمه نيكست ويك؟ طب انا مستقبل فيه مستقبل بسيط ولا مستقبل مستمر ولا مستقبل تام؟ مستقبل تام. عارف ليه؟ بدليل كلمه باي، كلمه باي من باي وراها ظرف الزمان من كلمات الداله على المستقبل التام، ماشي؟ طيب يبقى بي ريبيرد مبني المجهول في صيغه المصدر، اهي بي هي اللي في شكل المصدر وراها تصريف تالي، دي غلط مش تنفع معانا، بمعنى طبعا يصلح او يصين يعمل صيانه يعني. ريبير في شكل المصدر بمعنى يصلح مش هتنفع معانا. هاف ريبيرد مضارع تام مش هتنفع معانا، انا عايز هاف بين ريبيرد عشان مع كلمه وونت تبقى وونت، هاف بين ريبيرد اسمها مستقبل تام مبني للمجهول. بيقول له سيارتك مش هتكون تمت الصيانه بتاعتها بحلول الاسبوع القادم. هاف بين ريبيرد اجابه واحده في الجمله رقم 17. 18 بيقول لك اي اكسبكت ماي دوتر، انا اتوقع ان ابنتي كذا هير ديجري باي ذا ايج اوف 22، درجتها العلميه بوصولها لسن ايه؟ الثانية والعشرين. طيب يا ترى بقى ويل هاف مستقبل لا. ماشي، بويل ولا هاز في شكل المضارع، ولا از جوينج تو هاف مستقبل بي جوينج تو، ولا از هافينج مستقبل في شكل ايه؟ بشكل المضارع المستمر. انا هاخد ويل هاف لان هو بيقول اي اكسبكت اتوقع، والعباره دي اللي هي اتوقع واعتقد واتمنى والحاجات دي لما تكون بتحكي في المستقبل يبقى انت تعمله بول والمصدر والهاف اجابه واحده في 18. 19 بتقول ذا فون از كذا، التليفون ماله؟ فور هير تو باي، ماشي، فور هير تو باي، التليفون ده كذا بالنسبه لها انها تقدر تشتريه. شي دازنت هاف انف ماني، ما معهاش فلوس كفايه. يبقى ده معناه ان هناك زياده في صفه ايه؟ الغلو بتاعه التليفون تمنع فعل الشراء، تمام كده. يبقى اقول اكسبنسيف انف ولا تو اكسبنسيف ولا سو اكسبنسيف ولا ساتش ان اكسبنسيف؟ انا هاخد تو اكسبنسيف. ليه؟ لان تو وراها صفه اللي هي تو فيها دبل او، وراها صفه
وبعد كده هو تو اللي فيها او واحدة والفعل، بنقول ان هناك زيادة شديدة في مقدار الصفة تمنع وقوع الفعل. يعني التليفون ده غالي جدا لدرجة تمنع وقوع فعل الشراء، تو اكسبنسيف. إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 19. نروح للجملة رقم 20 واللي بتقوله قدامك. بيقول لك ليلى يوجوال جاي فراغ توايس اير، ليلى عادة مرتين في السنة. ايه هو اللي بتعمله ليلى ده؟ هاز هير تيث تشيكت، تحصل على اسنانها مفحوصة يعني تم لها الفحص، ولا تشيكس هير تيث تفحص اسنانها، ولا هاز تشيكد هير تيث، ولا جيت هير تيث تشيكد. انا هاخد هاز هير تيث تشيكد. طيب ليه يا مستر خندريه؟ دي كوزاتيف هاف اللي هي هاف السببيه، واحنا قلنا عليها احد اشكال المبني للمجهول، تمام؟ عشان كده بجيب هاز بما ان ليلى ده تساوي شيء، تمام، والجمله تشير الى زمن المضارع. يبقى ادي هذا اهي، وادي المفعول به الاصلي اللي هو السنان، وادي التصريف التالي. خلاص الاختيارات الثانيه غير متحقق فيها اللي انا قلته، تمام كده. تشيكس هيرتيز دي خطا لانها تشير الى الاكتف مش المبني المجهول مش الباسف. خلاص هاز تشيكت هيرتيز برضه هنا هو تشير الى الفاعل مش المفعول، ليلى انتقى مفعول به لان مش هي اللي بتفحص اسنانها، ده الدكتور اللي بيفحصها. الجمله اللي قدامك ده هي جيت هير تيث تشيك، دي جمله مخادعه. عارف ليه؟ لان جيت هنا هو واخده شكل المصدر فمش هتنفع مع ليلى. عارف لو جيت فيها اس كانت هتعمل لنا مشكله طبعا، لان في هيبقى في اجابتين صح. لا هو ما عملش كده الراجل، هو جاب لك اجابه واحده صحيحه اللي هي هاز هير تيث تشيك كوزاتيف هاف اللي هي احد اشكال المبني المجهول، اجابه واحده في الجمله رقم 20. نروح للقطعة بتاعتنا واللي بتتكلم عن لويس باستيار، وده عالم فرنسي معروف، وكان طبعا تحديدا صفته ان هو كيميائي وبيولوجي، يعني اللي هو في علم البيولوجيا اللي هو علم الاحياء، تمام. توصل لويس باستيار الى معلومات مهمة جدا عن الجراثيم، واثبت انها تسبب العديد من الامراض، وكذلك اكتشف طرق وابتكر طرق لقتل هذه الجراثيم في الألبان والمنتجات بتاعتها، بالإضافة أنه طور مجموعة من اللقاحات لأمراض الكلب، وكذلك ساعدت ده في إنقاذ الحيوان والإنسان في أمراض عديدة جدا وكبيرة جدا. طبعا ولد لويس باستيار في فرنسا في العام 1822، وأبوه كان راجل دباغ، وبعد كده هو تزوج من السيدة ماري لوران، والكلام ده كان سنة 1849، وأنجب منها 5 أطفال، لكن للأسف مات منهم 3 والعياذ بالله بحمى التيفوئيد. الموضوع ده لما ابنه توفوا بحمى التيفوئيد خلاه يبحث في هي ايه أسباب الأمراض دي، وتوصل إن الجراثيم وانتقالها من شخص لشخص هي اللي بتسبب هذه الأمراض، ولذلك بدأ يبتكر طرق لحماية الأفراد من انتقال الجراثيم من شخص إلى شخص. والحكاية بتاعته دي شجعت عالم تاني اسمه جوزيف ليسر. جوزيف ليسر ده مشى أو سار على خطى لويس باستيار، وبدأ يبتكر طرق لوقاية الأطباء والمستشفيات من انتشار الجراثيم فيها. طبعا لويس باستيار كان له ابحاث عظيمه جدا في مجال الجراثيم زي ما قلنا، واللقاحات اللي ضدها، وده مش بس كان في عالم الانسان ولكن ايضا كان في عالم الحيوان، لانه انقذ الثروه الحيوانيه في بلده في فرنسا من انها يتم دمارها، وهو اللي اكتشف اللقاح بتاع الانثراكس اللي هو بيقول عليها الجمله الخبيثه، وكمان كوليرا الدجاج. وبنقول ان هو طبعا كان ليه سمات عظيمه جدا في الطب سواء البشري او حتى طب الحيوان. توفي لويس باستيار في العام 1895 ودفن في مدينه باريس في فرنسا. طب نروح للاسئله اللي جايه على القطعه بتاعتنا. بيقول لك list 3 of Louis Pasteur's discoveries from which the world still benefits today. واذكر كلمه اسمعناها، اعمل قائمه، يعني قائمه من 3 اكتشافات من اللي عملها لويس باستيار في مجال الطب طبعا، وبيستفيد منها الانسان لحد دلوقتي. هنقول he invented waste to kill harmful germs in milk and other products. Also he invented a vaccine for anthrax. ودي كلها حاجات احنا واخدينها من القطع. طيب نروح للسؤال رقم 2 على القطع برضه. How did Joseph Lesser apply Pasteur's findings
كيف قام جوزيف ليسر، واحنا لسه قايلين اسمه من شويه، بتطبيق الاشياء اللي توصل اليها لويس باستير. هنقول he found safer ways for doctors and hospital staffs to safely perform surgery and treat patients. ماشي، نروح للسؤال اللي بعده وده السؤال رقم 3. What pushed Louis Pasteur to study the causes of diseases as some people said؟ ايه اللي دفع لويس باستير انه يدرس اسباب الامراض؟ احنا قلنا كانت الوفاه لما ابنائه الثلاثه ماتوا. Three of his children died of typhoid fever. ثلاثه من ابنائه ماتوا والعياذ بالله بحمى التيفويد، وده كان سبب ليه. طيب اربعه، How did Louis Pasteur protect animal raisers from serious financial losses؟ كيف قام لويس باستيار بحماية مربي الحيوانات، الناس بتربي الحيوانات، من ان هم يخسروا خسائر مالية فادحة جدا؟ الإجابة بتاعتنا بتقول he produced a vaccine، قلنا قدم أو أنتج لقاح فور أنثراكس لمادة الجمرة للجمرة الخبيثة والعياذ بالله and chicken cholera وكوليرا الدجاج. طيب نروح للسؤال اللي بعده واحنا لسه قاعدين مع القطعة، بس احنا كده وصلنا لأسئلة تشوز اللي جاية على القطعة. ونبدأ بالسؤال الأولاني، بيقول لك Where is Pasteur buried؟ أين دفن باستيار؟ الإجابة عندنا in Paris، الاختيار B. ستة، بيقول لك كيف When Pasteur began to teach chemistry، عندما بدأ باستيار يدرس الكيمياء and physics والفيزياء، he was in the decade، كان في العقد الكام من عمره؟ كان عنده في العقد رقم كام بقى لما بدأ يدرس ده؟ سكن في العقد الثاني من عمره، كان عنده 20 سنة وشوية. في الاختيار سبعة، Which of Pasteur's theories led to new standards of hygiene hospitals؟ ايه اللي من اكتشافات لويس باستير اللي ادى الى ارتفاع مستوى الرعايه الصحيه او الصحه في المستشفيات؟ الاختيار دي ذا جنرال ثيري، النظريه العامه اللي هي كانت بتقول ان الجراثيم بتنتقل من شخص لشخص ولازم ناخد بالنا منيها ونقي نفسنا منها باذن الله. تمام، يقول لك why did Pasteur do experiments on beer and wine؟ ليه لويس باستير قام باجراء مجموعه من التجارب على الخمور والنبيذ؟ ليه؟ الاختيار B to know why they sour، ليه؟ عشان يعرف يا ليه بتبقى حادقة، يعني اللي بيخليها يحصل لها الحدقان اللي بيحصل لها ده أو تتعفن يعني. طب نروح القصة بتاعتنا The Prisoner of Zenda، واللي بتقول When did Colonel Zapt and when did Colonel Zapt ask Rassendyll to continue pretending to be the king؟ امتى زابت طلب من راسندل انه يستمر في لعب دور الملك؟ الاختيار دي when the king was kidnapped، عندما تم اختطاف الملك. اثنين، بيقول لك why did Antoinette help راسندل؟ هي ليه Antoinette ساعدت راسندل الشباب؟ لما هنرجع للقصه هنلاقي الاجابه بتاعتنا هي she didn't like to see people being killed، انها لا تحب ان ترى الناس بيقتل. ثلاثه، what did راسندل ask the marshal to do؟ ما الذي طلبه راسندل من المارشال؟ الاختيار سي to protect Flavia from the duke، ان هو يقوم على حمايه فلافيا من الدق. طب نرفع قدامه بس الصفحه عشان تبقى شايف قدامنا ايه، عشان تبدا تفهم معانا الصفحات. نروح لصفحه 167 عشان نكمل الامتحان بتاعنا. وصلنا لدبليو تش كويشن على القصه بتاعتنا، بيقول لك why did Colonel Zapt and Fritz advise Rassendyll not to go to Stalisau؟ ليه زابت وفريدز نصحوا راسندل ان هو لا يذهب الى ستالينساو؟ الكلام ده بيتكلم عن بدايه القصه شباب، في الفصل الثاني لما كان الملك عايز ياخد معاه راسندل الى ستالينساو وهم لا قالوا ما ينفعش. ليه بقى؟ ليه مش هينفع يروح؟ الاجابه بتاعتنا اهي، عايز افرجك الشاشه عشان تبقى شايفها اهو. رقم واحد بنقول بيكوز مايكل ويل يوز ذس اجينست ذا كينج، لان مايكل هياخد الحكايه دي نقطه ضد الملك، يعني ممكن يشكك فيه الناس لانهم اساسا مش عارفين شكل اخوه، فهو طبعا ممكن ياخدها ضده النقطه دي. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال اثنين، رودولف راسندل دازنت ورك، واي؟ هو ليه رودولف يا شباب مش بيشتغل؟ ليه؟ ايه وجهه نظره في انه ما بيشتغلش؟ او ليه ما بيشتغلش؟ بيكوز هي سيد ذات هي از فروم ا ريتش فاميلي هو دونت نيد تو ورك، هو من عيله غنيه وعشان كده هو مش محتاج يشتغل. طيب نروح للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده سؤال ثلاثه، هاو ديد زابت هاو دو زابت اند راسندل جيت اوت اوف ذا بالاس؟ كيف استطاع زابت وراسندل ان يخرجوا من القصر؟ طلعوا منين او طلعوا ازاي؟ هنقول الاجابه بتاعتنا through a panel which led to a dark passage، من خلال ما يشبه اللوحه اللي كانت بتؤدي الى ممر مظلم. نروح للسؤال رقم اربعه في القصه، what does Zapt plan to do if the real king died؟ ايه خطه Zapt لو الملك الحقيقي مات؟ هنقول
he would ask Rasendil to continue as a king. هيطلب من راسندل انه يستمر في لعب دور الملك. ماشي، نروح للسؤال اللي بعده. ووصلنا للمحادثه واللي بيديك ليها عنوان، بيقول محادثه between a teacher بين معلم and one of his third second students وطالب من طلاب الصف الثالث الثانوي. المعلم بيقول ايه، have you read the English story of this year؟ هل قرات قصه هذا العام؟ رد عليه الطالب قال له yes I have read it. اه انا قريت. What's it؟ ايه المدرب؟ ايه هي؟ طبعا هيرد عليه. تمام؟ الطالب هيرد. راح المعلم ساله سؤال ثاني قال له انتوني هوب. مين بقى انتوني هوب ده؟ طب هنا بالكيد في سؤال لده. طيب راح سال سؤال ثاني المدرس، راح رد عليه الطالب قال له اتس ان ادفنتشر ستوري، انها قصه فيها مغامره. طب راح المعلم سال سؤال ثاني، وين ديد ذا ستوري تيك بليس؟ طب القصه احداثها وقعت امتى؟ محتاجين نكمل بالاجابات. طيب ماشي، بقول له طالب القصه قريتها، طب ايه هي؟ القصه اللي حضرتك بتدرسها السنه دي اسمها ايه؟ اسمها ذا بريزنر اوف زندا. وادي الاجابه بتاعتنا هنا، ذا بريزنر اوف زندا. ماشي، طيب ايه السؤال اللي المعلم يساله؟ يروح يقول له انتوني هوب. انتوني هوب ده المؤلف، يبقى عايز اقول له ايه؟ مين اللي قام بكتابتها؟ اهو السؤال ايه؟ هو روت ات. مين اللي كتب القصه اللي هي؟ ماشي، نروح للي بعدها واللي بيقول له ساله سؤال، هو ساله سؤال ده في رقم ثلاثه، رد عليه اتس ان ادفنتشر ستوري. يبقى هو كده بيسال عن نوع القصه يا شباب. يساله ازاي؟ يقول له وات كايند اوف نوفل از ات؟ ايه نوع القصه دي؟ ماشي، نروح للسؤال رقم اربعه او النقطه رقم اربعه في المحادثه ودي اخر حاجه. لما بيقول له اين تقع احداث هذه القصه؟ الرد هيكون فين؟ الاجابه بتاعتنا اهي، اي ثينك ات توك بليس ان ذا 19th century، كانت بتقع في القرن ال 19. ده بالنسبه للزمن. ولو هنتكلم عن المكان هنقول انجلاند اند ان ايماجينري ستيت اللي هي روريتاني. ماشي، نرجع بقى الامتحان بتاعنا. ووصلنا للايميل، وبيطلب منك انك انت تكتب ايميل من 120 كلمه لصديق ليك عن موضوع من الاتي. طبعا مديك اسمه، ان انت اسمك سامي وصديقك اسمه جاك، وادي الايميل ادريس بتاعك. ايه بقى الايميل؟ واحد من الاثنين دول، ريمايند هيم اوف ذا دينجرز اوف سموكينج از هي از هيفي سموكر، فذكره بمخاطر التدخين لان هو مدخن شره. او انك انت بقى انكارج هيم تو كام تو ايجيبت اون هوليدي، انك انت تشجعه ان ياتي الى مصر في الاجازه. طيب نروح للترجمه، ووصلنا للترجمه باللغه الانجليزيه، وانا عندي جملتين من دول تقول لك ايه. The state should sponsor researchers and inventors and endeavor to apply their inventions. نشوف الترجمه بتاعتنا هتبقى بالشكل ده، ترعى الدوله الباحثين والمخترعين وتسعى لتطبيق اختراعاتهم. ماشي، نروح للجمله اللي بعدها واللي بتقول sunlight can be turned into electricity using photovoltaics which power small and medium sized appliances. اللي هي تبقى بالشكل ده في الترجمه، يمكن تحويل ضوء الشمس الى كهرباء باستخدام اجهزه كهربائيه تستطيع تشغيل الاجهزه الصغيره والمتوسطه الحجم. نروح للترجمه اللي باللغه العربيه. اول جمله بتقول كانت ام العربيه المركز العلمي والاقتصادي والسياسي للعالم، ولكنها الان تراجعت الى الخلف. وطبعا ده شيء يحزننا. طبعا the Arab nation was the scientific, economic and political center of the world but now it has fallen backwards. نشوف اخر جمله في الترجمه واللي بتقول الاسره نواه المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنيه. وهتبقى بالشكل ده. The family is a nucleus of society consisting of religion, morality and nationalism. وبنختم مع شاشة الترجمة ونقول لك ان الامتحان بتاعك للقسم العلمي 2014 الثانوية الازهرية انتهى، لكن لسه لا زال لدينا العديد والعديد من الامتحانات بتاعت الثانوية الازهرية مع معلم خبير لونزية مستر عزت من مدرسة الشيخ ماسة محافظة صعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.